بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذك من هذا الوباء، اللهم اكشف عنا هذا الوباء، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم تجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص، ونعوذ بك من الجنون، ونعوذ بك من الجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. باسمك اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رافع الضر يا كاشف عن، اكشف عنا هذا الهم، اذهب عنا هذا الوباء، احفظ كاربي وإيطاليا من كل سوء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.